الرحمن الرحيم. المحاضرة الثالثة في موضوع الكومبنسيشن كنترول. وصلنا إلى النوع الثاني من أنواع الكومبنسيتر، من أنواع الكومبنسيتر اللي هو اللاج كومبنسيشن. وإحنا أخذنا بالمحاضرة السابقة الليد كومبنسيشن، وقلنا أنه تو ترانسفير فانكشن للليد واللاج إن مشابهات، يعني هذا هو الترانسفير فانكشن، بس قلنا الفرق هو هل يكون الصفر هو الأقرب إلى الإيماجينري أم يكون القطب هو الأقرب إلى الإيماجينري، فاعتمادا على من الأكبر، 1 over t اللي هو يمثلنا صفر، أو 1 على بيتا over t، أو هناك كانت ألفا. إحنا بس مجرد أنه على مود نميز البارامترز، عفوا نميز ال نعم البارامترز اللي هي هناك. سابقا كان هنا kc، هنا خلينا kc كاب، هنا كان هنا اكو الفا، هنا خلينا بيتا، بس يعني خلينا نقول بس مجرد ترميز بس، لكن هو الترانسفير فانكشن هو نفسه. المهم يا يكون هو الاقرب الصفر او القطب، راح نحدد هل هو ليد اور لاج. فانا بما انه هنا احنا عندنا راح نصمم اللاج كومبنسيتر، فراح يكون الفرضيه انه نفرض بانه الار سي الار 2 الار 2 في سي الار 2 سي 2 هي اكبر من الار 1 سي 1. إذن هذا راح تكون هذا هو الشرط لبناء اللاج كومبنسيشن. لكن بالنسبة للليد كومبنسيشن راح يكون هذا بس الشرط هذا يكون معكوس، راح يكون الـ R1 C1 هو هالمرة يكون أكبر من R2 C2. إذن بالمقارنة لما نقارن هذه الترانسفير فانكشن اللي تمثل اللاج كومبنسيتر، لما نقارنها مع الامبلمنتيشن اللي سويناه، راح نلاقي بانه هاي البارامترات اللي هو كابيتال تي هي تساوي لنا ار1 سي1، وبيتا في تي تساوي لنا ار2 سي2، الى اخره من هذه البارامترات الموجوده. اذا هنا نريد نسوي ديزاين لللاج كومبنسيتر، فلازم احنا نختار قيم الكي سي كاب والكابيتال تي والبيتا. اوكي، اذا هنا عندنا 3 بارامترز المفروض احنا نختارهم. انتهينا من البارامترات. زين، ليش راح نصمم اللاج كومبنسيتر، او شنو فرقها، شنو فرق اللاج كومبنسيتر على الليد كومبنسيتر؟ يعني بمعنى اخر، يمتى نستخدم الليد كومبنسيتر ونمتى نستخدم اللاج كومبنسيتر؟ راح نستخدم اللاج كومبنسيتر، بس انتبهوا لهنا، consider the problem of finding a suitable compensation network for the case where the system accepted satisfactory transient response. إذن هذه هي المهمة. إذا كان السيستم مالتنا without controller هو محقق transient response، بمعنى احنا ما نحتاج نغير الاوفرشوت مالته، يعني بمعنى ما نريد نغير الزيتا والاوميجا. إذا transient response satisfactory معناها احنا مو هدفنا تغيير الزيتا والاوميجا ان، لكن شنو اللي احنا نريد نغيره، او شنو هو اللي ما متحقق ونريد احنا نسوي نريد نحققه، هو الستدي ستيت كاركترستكس. احنا مثل ما نعرف اكو عندنا تو كاركترستكس، اللي ترانزيت ريسبونس كاركترستكس اللي تمثلها الزيتا والاوميجا ان، والستدي ستيت كاركترستكس اللي راح تمثلها الكي في. اذا تذكرون بالصف الثالث ماخذين مصطلح اللي هو الكي في اللي يمثل الفيلوسيتي كونستانت، بمعنى انه نستخدم اللاج كومبنسيتر متى ما كانت الزيتا والاوميجا ان ما نحتاج نغيرها، لكن نحتاج نغير فقط الستدي ستيت كاركترستكس او الكي في. اذا نغير الكي في، يعني الكي في مالت السيستم مالتنا ما عجبتنا فلازم نغيرها، فلازم نصمم اللاج كومبنسيتر. بينما بالنسبة إلى الليد كومبنسيتر لا، هنا كان الزيتا والأوميجا إن إحنا بدنا نغيرها، لكن الكي في إحنا ما راح نغيرها بالحالة السابقة، أو إحنا ما راح نركز على تغييرها بحالة الليد كومبنسيتر. لكن هنا لا، بالعكس راح تكون نبقي الزيتا والأوميجا مثل ما هي ونغير الكي في، أو بمعنى آخر راح نغير الستدي ستيت كاركترستكس. إذا هذا هو الهدف من تصميم اللاج كومبنسيتر. إذا هنا تعتمد على معطيات السؤال،
هل احنا نصمم ليد كومنسيتر او لا كومنسيتر؟ فاذا كان بالسؤال قايل لك انه الزيتا والاوميجا ان نريد احنا نغيرهم، ما ذاك لك اي معلومه عن الكي في، او ما او قايل لك خلي الكي في يعني ثابته، خلي الكي في ثابته، فاذا نصمم احنا الليد كومبنسيتر. واذا لا بالسؤال قايل انه غير الكي في او غير الستيدي ستيت كاركترستكس وما معطينا اي معلومات عن الزيتا والاوميجا ان، او قايل انه بقيها ثابته فنصمم اللا كومبنسيتر. اذا هذا هو الفرق ما بين ليش احنا نلجأ الى تصميم اللا كومبنسيتر او نلجأ الى تصميم الليد كومبنسيتر. اتمنى تكون واضحه. نعم، اذا هو هذا هو الهدف مثل ما قلنا، هو هذا الشيء. اذا الكومبنسيتر is in this case essentially consist of increasing the open loop gain. اذا هنا هو فقط اللي الشيء راح يسويه الكومبنسيتر هو فقط انه راح يزيد لنا الاوبن لوب جين بدون انه ياثر علي من على ترانزيت ريسبونس كاركترستكس. اذا ما يسوي تشينجينج للترانزيت ريسبونس كاركترستكس. اذا this means that the root locus in the neighborhood of the dominant closed loop bools should not be changed. اذا هنا احنا ما راح نغير شكل الروت لوكس او راح نغيره سلايتلي، يعني راح يبقى الروت لوكس مثل ما هو، شكل الروت لوكس يبقى مثل ما هو، لكن فقط احنا راح نغير او راح نسوي زياده بالاوبن لوب جين. اذا فقط الاوبن لوب جين راح يصير بيها زياده انكريست. اذا هنا هو فقط هذا الشيء اللي راح احنا نضيفه بتصميم لا كومبنسيتر، لكن مثل ما لاحظنا بالليد كومبنسيتر لا، شكل الروت لوكس كله تغير. هنا ما راح يغير شكل الروت لوكس مثل ما راح نلاحظ بعدين بالمثال اللي راح نحله بعدين ان شاء الله. اوكي زين، احنا شو راح هسه نزيد فقط نسوي انكريزنج فقط للجين بدون انه نغير شكل الروت لوكس. فهنا هو قايل لك تو افويد يعني على مود نتجنب انه نسوي تشينجينج بالروت لوكس، على مود نتجنب انه نغير بشكل الروت لوكس، فاحنا راح نصمم منظومه كنترول اللي هو مثل ما قلنا اللاج نيتورك او اللاج كومبنسيتر. شنو هذا؟ شو راح يسوي؟ هذا راح يضيف سمول اماونت للانجلز، يعني يضيف لنا فقط 5% ماكسيموم 5%، يعني الزاوية اللي راح يساهم بيها او اللي راح يضيفها هي فقط 5%. طبعا كل ما تكون هاي اقل كل ما افضل، بمعنى انه احنا ما غيرنا بشكل الروت لوكس، كل ما تكون اقل كل ما تكون افضل. اذا راح يكون هذا معيارنا، متى ما تحقق هذا الشرط بانه الزاوية المضافة من قبل اللاج كومبنسيتر ما تتجاوز 5%، معناه الكومبنسيتر اللي احنا صممناه يحقق لنا المواصفات، يا مواصفات انه فقط يغير الستيدي ستيت كاركترستكس ما يغير الترانزيت ريسبونس كاركترستكس. اذا شلون راح نضيف فقط 5%؟ هسه وانا قايل تو انشور ذس، على مود نضمن هذا الشيء، وي بليس ذا بولز اند زيروز، يا البولز والزيروز ماتل الكومبنسيتر اللي هي ال1 اوفر بي ال1 اوفر تي اللي هي تمثل الزيرو، او ماينس 1 اوفر تي مثل الزيرو، والماينس بيتا اوفر تي اللي مثلنا البولز اللي هذا 1 اوفر تي 1 اوفر بيتا تي اللي هذا. فاذا وين راح نخليها؟ وي بليس ذا بولز اند زيروز اوف ذا لاج نتوركس كلوزر توجذر، اول شيء راح نخليهم اثنيناتهم متقاربات، and near the origin of the S-plane، وتكون هما قريبات للأس، بمعنى راح نكون تكون واحد واحد over t كمية قليلة جدا، نضيف يعني مثلا 0.05 هذا، وهذا يكون هم كمية قليلة جدا بحيث يكون اثنيناتهم قريبات للزيرو، بحيث ما راح يساهمن بأي زاوية أو تساهم بزاوية قليلة جدا ما تتجاوز 5%. إذا هذا هو الشرط، إنه لازم يكون 1 over t و 1 over beta t
كمية قليلة جدا بحيث يكون ذولا قريبات لمن للأوريجين أوف ذا سيبلينج. إذن هذا هو الشرط. Then the closed loop both of the compensated system will be shifted only slightly. إذن ما راح تتغير البوز مالت الكومبنسيتد سيستم، اول ما نضيف الكومبنسيتد سيستم فقط بكميه قليله جدا عن اللوكيشن. فبهذا الاضافه ما راح نضمن بان الروت لوكس ما راح يتغير شكله. اذا the transient response characteristics will be changed only slightly، اذا راح تتغير لكن تغير طفيف جدا بهاي الحاله. نعم، اذا جينا واخذنا الماجنتود مالت فقط الكومبنسيتر ونخلي الدومينيت بولز اللي هو المعطى بالسؤال او نفس الدومينيت بولز مالت السيستم، لان هو ما راح يغير احنا بالدومينيت بولز مالت نفس البلانت مالتنا، فراح يكون هذا اذا اجينا قسنا الماجنتود راح يكون هذا كميه قليله جدا وهذا كميه قليله جدا. فاذا هذول راح يكون يعني يختصر، يبقى فقط الكي سي كاب. إذن الكيسي، إذن الماجنتود اللي راح يساهمه هو فقط قيمة الكيسي كيسي كاب، وبما أنه ما راح يتغير شكل الروت لوكس إذن راح يكون هذا الكيسي كاب تقريبا واحد. هذا الكيسي كاب يكون قيمته تقريبا واحد أو يعني كمية قريبة من الواحد. نعم، إذن الشرط راح نرجع نكرره، المفروض بأنه الزاوية المساهمة من قبل الكومبنسيتر أو اللاج كومبنسيتر عند الدومينيت بولز، عند الدومينيت بولز تكون ما بين الصفر والسالب خمسة، أو ما بين السالب خمسة والموجب خمسة، خلينا نقول يعني مو صفر وإنما بين السالب خمسة والموجب خمسة، ما تتجاوز هالرينج هذا. زين، وبعد شنو عندنا الكي سي كاب؟ المفروض is equal to one أو قريبة للواحد. إذا حققنا هاي الشروط فراح تكون الروت لوكس ما راح يتغير شكله. اوكي، اذا هنا المفروض تكون this means that the overall gain of the open loop transfer function، احنا مو قلنا فقط راح نضيف gain من الاوبن لوب، اذا هذا ما راح يجي لنا الجين، لان هذا الجين اصلا واحد راح يكون، فما راح يجي لنا الجين المضاف من قبل البيتا، راح تكون من قبل البيتا. اذا دائما بيتا المفروض تكون هي اكبر من الواحد، دائما قيمه بيتا تكون اكبر من واحد، يعني كميه كبيره بحيث عامل يكون واحد اوفر بيتا في تي كميه صغيره. اذا 1 اوفر بيتا تكون كميه كبيره، وهي راح تضيف لنا الاوبن لوب جين اللي قلنا راح يضاف لمن ال الكومبنسيتد سيستم، يعني السيستم بعد ان نضيف له الكومبنسيتر. If the bool and zero are placed very close to the origin، اذا احنا حققنا هذا الشرط انه الأصفار والأقطاب المساهمة من قبل الكومبنسيتر تكون هي قريبة للأوريجين، then the value of the beta can be made large. إذا على مود إحنا نضمن بأنه تكون القطب والأصفار هي قريبة للأوريجين، فالمفروض شو نسوي؟ نخلي قيمة بيتا كمية كبيرة، عم يصير واحد على بيتا في تي كمية صغيرة. طبعا إحنا كل ما نكبر كل ما أفضل، لكن إحنا نخلي بالنا أنه لما نخلي كمية بيتا كبيرة جدا انه الراعي عملية الامبلمنتيشن، يعني هنا احنا ما ممكن نخلي كمية بيتا كبيرة جدا وماخذينها راحتنا بتغيير قيمة بيتا ونكبرها، لكن بعدين من نجي نسوي رياليزيشن يعني من نجي نختار قيمة المقاومات والمتسعات تطلع كميات ما ممكن نجدها، يعني ما غير موجودة، يعني تطلع لنا المتسع مثلا بالفاراد او تطلع لنا المقاومة قيمتها عالية جدا بحيث هي اصلا ما موجودة. فاحنا لازم احنا بيتا من نخليها كمية كبيرة جدا نراعي شنو مسألة التصميم بعدين الليرلايزيشن. فانا ذاكرة كملاحظة a large value of beta may be used، يعني كل ما نكبر قيمة بيتا كل ما افضل، لكن انه الفيزيكال ليرلايزيشن انه نفكر بتصميم الفيزيائي بعدين of the large beta is possible، لازم يكون هو مقبول. وكذلك قيمة t على مود تكون، فلازم هم must be large، هم راح تكون كمية كبيرة جدا، وأم أيضا أنه كل ما نكبر كل ما أفضل، لكن إحنا نراعي أيضا أنه avoid difficulties in realization، أنه لازم نتجنب الصعوبات اللي راح تواجهنا بعدين في عملية
اختيار قيم المقاومات والمتسعات. إذا احنا ما ناخذ راحتنا كلش في نكبرها، يعني نخليها بكمية معقولة 10، يعني 10 20، يعني نخليها كمية معقولة. The open loop transfer function of the uncompensated system، يعني هو يقول هنا شلون نحسب ال KV اللي هو سميناه بال error constant أو static velocity error constant. وال KV إذا ذكرناها من معادلة ما جايبينها مين؟ من الصف الثالث. شلون نقيس ال KV؟ ال KV هي limit S تروح 0 ل S في G of S. هيا G of S هاي مالت البلانت مو مالت الكنترولر، انتبه هنا هذه مالت البلانت. فاذا هذا الكي في هذه للسيستم قبل انه نسوي له كومبنسي، يعني قبل انه نضيف له الكومبنسيتر. اذا هاي قيمه الكي في هذا المن مع البلانت الاصليه. فاحنا اول شيء نقيسها الكي في. زين احنا قلنا احنا هدفنا انه نغير او نعدل عليه من على الستيدي ستيت كاركترستكس. اذا احنا المفروض هاي الكي في نختارها كميه مغايره او احنا نريد نغيرها، فايش قد احنا نريد نغيرها؟ نسميها كي في كاب. KV-cap. إذن هاي الـ desired static velocity error constant. إذن هذا desired. إذن الـ KV-cap هذا طبعا احنا مكتوب منها KC-cap بس نتعدلها V وليس C. إذن KV-cap شلون نقيسها للسيستم بعد ما نربط له الكومبنسيتر؟ تنقاس من هذه المعادلة. نفس المعادلة السابقة لكن شنو بدنا؟ الكي جي سي اوف الاس اللي هو الكومبنسيتر اللي ترانسفير فاكشن مالت اللاج كومبنسيتر. زين احنا نعرف بان هنا ليمت ممكن نوزعها، فاذا ليمت اس في جي اوف الاس هو كي في، فيبقى لنا فقط ليمت جي اوف الاس في الكي في في الكي في. اذا ليمت جي سي اوف الاس لما الاس تروح للزيرو يبقى لنا فقط اذا عوضنا بالترانسفير فاكشن مالت الجي سي اوف الاس عن كل اس خلي مكانه زيرو، شو راح يبقى لنا؟ يبقى لنا فقط كي سي كاب في بيتا، كي سي كاب في بيتا، يعني هنا أنا هذا ارجع هنا أنا لهاي المعادله وخلي عن مكان كل اس زيرو، فراح تختصر هاي الكابيتال تي مع الكابيتال تي، هاي البيتا تصير لي فوق، فتبقى لنا كي سي كاب في بيتا. اذا راح تكون هذا هو شكل الكي في كاب. اذا كي في كاب شو يساوي لنا؟ كي سي كاب بيتا في الكي في. زين الكي سي كاب احنا من ساعه قلنا المفروض تكون قيمته واحد او قريبه للواحد، اذا منا نقدر نقيس بيتا. اذا شو راح تصير قيمه بيتا؟ بيتا راح تساوي لنا بيتا راح تساوي كي في كاب على الكي في، كي في كاب على الكي في. الكي في كاب قلنا تمثل الديزايرد ستاتيك ايرور فيلوسيتي، والكي في تمثل الستاتيك ايرور فيلوسيتي كونستانت المن مات السيستم وذات كومبنسيتر. اذا هذا وراح يعطينا بالسؤال الكي في كاب. والكي في احنا ممكن نقيسه، هو راح يعطينا الترانسفير فاكشن مات السيستم، اذا ممكن نحسبها الكي في، نقسم الكي في كاب على الكي في تطلع لنا قيمه بيتا، تطلع لنا قيمه بيتا. اوكي اذا قيمه بيتا نقدر نحسبها كمعادله، او بعدين يعني اكو حسابات اخرى لاحتساب القيم البقيه. هنا انا كاتب لكم الديزايند ستيبس شلون نقدر نسوي ديزاين، يعني ذاكر لكم بالستيبات ستيب 1 ستيب 2 نمشي على الستيبات الموجوده، لكن مثل ما قلنا هذه الستيبات اذا بدنا نشرح هسه بدون ما نذكر لكم بدون ما نذكر مثال ما راح تكون مفهومه جدا. هسه راح نجي للاكزامبل وان شاء الله من تفتهمون الاكزامبل الحل مالت الاكزامبل ترجعون على الستيبس واحدة واحدة تفهمونها بالتفصيل، يعني هو كل الاستيبات راح نذكرها خلال عملية الشرح هسه. زين شو يقول هسه؟ يقول إذا عندنا سيستم، هذا هو السيستم مالتنا، هذا الترانسفير فاكشن مالت السيستم. فإذا إذا السيستم هذا ربطناه كلوز لوب سيستم، يعني بدون طبعا هنا الكومبنسيتر أيضا ربطه ان كاسكيت، يعني يمكن أنا ما أدري راسم هنا أو ما راسم هنا. نعم هذا. إذا هنا الكي سي الجي سي اوف الاس، العفو الكي جي سي اوف الاس راح نضبط لك ان كاسكيد ويا جي اوف الاس. هنا هو نفس الربط يبقى بحاله اللاج وبحاله الليد ما يختلف. اذا هسه منطلنا هنا مال البلانت، بس اذا جينا البلانت بحت ربطناها كلوز لوب سيستم وذاوت كومبنسيتر قبل لا نصمم كومبنسيتر، فصير هذا الاوفر او ترانسفير فانكشن. اذا هنا ممكن نحلل المقام تطلع لنا هذه
الأقطاب. إذا هذا راح يمثل الدومينيت بولز. إذا الدومينيت بولز هذا الموجود هنا الدومينيت بولز. هذا الدومينيت بولز اللي هو هذول الأقطاب الموجودة في هذا المكان اللي الإيماجينري بيها قيم إيماجينري. طبعا هذا هو رسم السيستم without compensator، وهذا شكل الروت لوكس الناتج من هذا السيستم رسمناه، فهذا طلع شكله. إذا هذا راح يمثل الأقطاب مالت المنظومة الأصلية. نعم. مالت يعني مالت الدومينيت بولز. نعم. إذا هذا هو راح يكون الدومينيت بولز اللي جبناه نفسه من السيستم اللي فوق ورا ما حللنا. هنا إذا أشوف قيمة زيتا هي تقريبا 5 بالعشرة، وقيمة الأوميجا إن هي 0.6773. والستاتيك فيلوسيتي ايرور حسبناه من المعادله السابقه اللي كانت ليمت اس زيرو للاس جي اوف الاس، فتطلع 0.5. اذا هنا شنو هو هذا؟ هاي القيم مالت السيستم الاصليه without compensator. زين اذا ربطنا compensator شنو قايل هنا؟ It is desired to increase the static velocity error. شوف هسه شنو قايل لك؟ انه المطلوب انه نغير الستاتيك فيلوسيتي ايرور، معناها نريد نغير فقط الستاتيك كاركترستكس. فالكي في اللي نريد نسوي قيمتها، نريد نسوي قيمتها 5 سكند، 5 اوفر سكند، 5 اوفر سكند. اذا كانت قيمتها 0.5 يعني نص، فاحنا نريد نسوي ايش قد؟ اذا نسويها 5. وهنا هذا الشيء مهم without changing the location of the dominant closed loop، ودون ان نغير مواقع الدومينيت بولز. اذا هنا بعناها بما انه قال لك ما نغير موقع الدومينيت بولز، معناها قيمه الزيتا والاوميجا ان اريدها ما تتغير، اذا تبقى هي نفسها السابقه. اذا فقط راح نغير هو نغير الكي في. زين بما انه الكي في قيمته 5، طبعا هذا الكي في كاب راح يكون، يعني هذا قايل لك هذا ديزاير، هذا الكي في كاب. وهذا هو الكي في مالت السيستم without compensator. اذا قسمنا الكي في هاي اللي هي كي في كاب اللي هي 5 تقسيم 0.53 تقريبا يطلع لنا قيمه البيتا مثل ما قلنا 10، قيمه البيتا تكون 10. يعني قلنا بيتا ايش يساوي لنا؟ كي في كاب اللي هو 5 مقسوم على الكي في مالت السيستم without compensator اللي هي 0.5، يطلع لنا تقريبا 10. اذا قيمه بيتا هي 10. زين معناها قيمة بيتا 10، فهنا راح نفترض بأنه على مود تكون الأقطاب والأصفار قريبة من الأوريجن، فراح نفترض بأنه لا كومبنسيتر البوز مالت الزيرو والبوز مالته هي عند الماينس 0.05 عند الماينس 0.05. إذا راح تكون هاي قيمة 1 أوفر تاو، وهاي قيمة طبعا هنا بعد أكون لازم 0.005. نعم لان اكو خطا بالطباعه هنا بالنسبه لهذا، بس هاي 0.005. اوكي فلازم يكون هذا قيمته اللي هو بيتا، اللي هو طبعا جاي من 1 اوفر تي بيتا، هذا 1 اوفر تي كابيتال تي في بيتا. بيتا هي قيمته 10، نقدر نطلع قيمه الكابيتال تي. زين شلون اعرف بانه هاي الفرضيه اللي فرضناها هي صحيحه؟ نجي نطبق عليها شرط الزاويه. فهنا اذا اخذنا هذا المقدار بوحده ها وعوضنا عن كل اس بالدومينيت بولز اللي هو المعطى هنا أنا. الدومينيت بولز هذا راح نشوف قيمه الزاويه المساهمه مقدارها 4 فقط، 4 درجات، 4 درجات. اذا هذا الشيء اللي اختاريناه او هذه القيمه كابيتال تي اللي اختاريناها هنا أنا هي قيمه خلينا نقول يعني تنطينا المواصفات اللي او القيمه يعني خلينا نقول الممكن ان نقبل بها. زين بعد شنو عندنا هسه؟ اصبحت قيمه الكابيتال تي معلومه، فرضناها بالفرض جبناها، والبيتا بالحساب جبناها وعوضنا طلعت 4. اوكي اذا شنو بقى عندنا؟ فقط الكي سي كاب هو المجهول. الكي سي كاب المفروض قيمه الكي سي كاب او على مود تتغير شكل الروت لوكس، المفروض تكون لما نجي ناخذ قيمه او الترانسفير فانكشن مالت الكومبنسيتر ونضربها ب الترانسفير فانكشن مالت السيستم، المفروض الماجنتيود مالته يساوي لنا 1، يساوي لنا 1. هذا من شرط الروت لوكس. اذا من هذا راح نطلع قيمه الكي سي كاب اللي المفروض قلنا تكون قريبه للواحد كي سي كاب، فراح نشوف تطلع ايش تطلع قيمته.
إذا لازم ناخذ الماجنتيود مال هذا نعوض عن كل اس بالدومينيت بولز مالته ونجد قيمة الكي اللي هي كي اللي يسوي لنا كي سي كاب في 1.06. إذا هاي الكي تساوي لنا هاي القيمة. هنا طبعا هو راسم يعني راسم الروت لوكس مالت السيستم وذ كومبنسيتر. هاي بعدين يعني نرجع على هاي الخطوات بس بعد بس نكمل نجد قيمة الكي سي كاب. إذا قيمة الكي تطلع لنا هاي القيمة. وإذا كي سي كاب المفروض تطلع قيمتها موجودة هنا قيمتها شوف كي سي كاب تطلع قيمتها 0.9656 نشوف قريبة من الواحد. إذا هاي من جبناها من الحسابات. زين هسه أريد نجي ورا ما حددنا شكل الكنترول. إذا طلع هذا شكل الكنترول هذا شكل الكنترول الكي سي كاب هاي قيمتها وهاي قيمة البقية الزيروز والبولز الموجودة هنا فنربطها ان كاسكيد ويا البلانت ونرسم الروت لوكس مالته. ارسمنا الروت لوكس مال البلانت without compensator with compensator. اذا راح تلاحظ شوف هنا راح تكون تقريبا مشابهة ما تغير شكل الروت لوكس ما تغير. اذا ولا ما ضفنا الكومبنسيتر ما تغير شكل الروت لوكس يعني سلايتلي تغير لكن تغير سلايتلي. لان انا شوف تغير جدا قليل. اذا اوكي وشوف هذا هو هذا هو يعني كبرنا هنا هذا المكان فطلع لنا هذا شكل الروت لوكس. طبعا هاي الكودات مالت الماتلاب الخاصه بالرسم مالت الروت لوكس هذه تحفظ مطالبين بها الكودات بسيطه ما بيها شيء. بعد شنو عندنا؟ اذا هسه كملنا التصميم مالتنا هسه نجي نشوف قيمه الكي الكي في الكي في للسيستم ورا ما صمم لها منظومة كنترول وضفنا لها منظومة الكنترول قد صارت قيمة الكي في صارت قيمة كي في 5.12 احنا قد كنا نريدها 5 فاوكي هي يعني شوية اكبر من المطلوب لكن هو اوكي يعني خلينا نقول ما هاي يعني ممكن انه نعتمدها ممكن انه نعتمدها هي كانت احنا نريدها 5 صارت 5.12 ماكو مشكلة اوكي زين هذه بعد خلينا نقول الشرح ممكن تقراه وتفتهمه ما في شيء. بعد هنا شنو عندنا؟ عندنا هنا أنا بالنسبة إلى الترانزيت ريسبونس الخاص بالرام إذا كان الانبوت مالتنا راب انبوت. أنا ودي نشوف قيمة الكي في شلون راح تأثر تبين بالرام. بشوف هنا أنا راح يكون هذا هو السيستم هذا الريسبونس مالت السيستم. without controller وهذا الخط الثاني اللي هو يمثل compensated system وهذا الخط المستقيم يمثل الانبوت اللي هو الرامب انبوت رامب انبوت. فشوف هنا بالمالا نهايه هنا كان اكو ايرور مقدار للايرور لكن هنا ورا ما ضفنا الكومبنسيتر راح ينطبق على اليمين ينطبق على الرامب ينطبق على الرامب بينما without compensator اكو يظل اكو ايرور ما بين الانبوت وما بين الريسبونس مالت الكومس. اذا هنا صار التعديل صار التعديل في هذا المكان في هذا لما يعني نشوف شكل التعديل لما يكون الادخال مالتنا هو رامب انبوت شوف شكل التعديل هنا بين واضح. لكن بالنسبه للترانزيت ريسبونس اذا كان انبوت مالتنا يونت ستيب انبوت بمعنى انه ما ردنا نغير الترانزيت ريسبونس فاذا راح يكون يعني هذا الشكل تقريبا هو مشابهات لكن وبالعكس قبل لا نربط الكومبنسيتر كان هو افضل من ما ربطنا الكومبنسيتر بس هو هاي طبعا التغير هو مقبول. شوف هذا الاوفرشوت مالته قليل هو الانكومبنسيتد لازم لكن الاوفرشوت مالته الاعلى هو الكومبنسيتد. اذا هنا صار عندنا شويه اختلاف بمن باليونت ستيب ريسبونس لكن وين بين عندنا الادفانتج مال هذا الكنترول بين عندنا باليونت ترامب ريسبونس اصبحنا هنا عندك انطباق والايرور تكون قيمته زيرو. اذا هذا هو التغير او هذا هذا مقبول به هذا الاوفرشوت القليل اللي انضاف هو مقبول به على حساب انه بالرامب راح يبين الادفانتج مالته. اوكي اذا هذا هو ان شاء الله على الليد كومبنسيتر. اتمنى انه هذه المحاضره مفيده بالنسبه لكم ان شاء الله راح ابدي انزل هسه يعني هوم وركات فيا حبذا انه انتم
تحلون الهوم وركات ويسلمون اياها على شكل اسايمنت، راح انزلكم على شكل اسايمنت. ان شاء الله بالتوفيق، شكرا جزيلا على الاستماع والاصغاء، يا مع الله.